السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جيبي لكم كرت من الفئة الاقتصادية، كرت جي تي اكس 1050. فما بيطول الفيديو عليكم اكثر من كذا، اتمنى لايك سبسكرايب وشير واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، عندنا كرت 1050 2 جيجا جي دي دي ار 5، تاريخ الاصدار كان 2016، كرت لللو بروفايل او الناس الاقتصادية زي ما يقولون. كرت جي مو 2 جيجا في رام، راح نشوف ب 2019 هل 2 جيجا في رام هذه كافية لنا ولا لا. طبعا الفيديو راح يكون جدا قصير، راح اسوي بنش مارك على السريع لان الناس طالبة مني الكرت هذا بشكل كثير، خاصة الناس من العراق او من الجزائر، فهذا المقطع لكم باذن الله تعالى. طبعا الكرت فيه ثلاث مداخل من HDMI والDVI وDisplay Port. الكرت جدا جدا صغير، راح يدخل معك باي كيس بدون مشاكل، وبرضه ما فيه الباك بليت عشان الحمايه لانه جدا اقتصادي، فهم شوي يشيلون المروحه اصلا من قوه انه اقتصادي، لكن هذا اللي عندنا. برضه موجود فيه، ما في منفذ طاقه للباور سبلاي، فكافيه نفس تشبك فيه في المذر بورد وخلاص، لانه خفيف جدا زي ما تشوفون. ما في اي مقبس للباور سبلاي هنا لانه زي ما قلنا ياخذ طاقه جدا قليله، فعندك اي باور سبلاي ممكن يركب معك، 350 واط ممكن يركب معك بدون مشاكل، خاصه للناس عندهم تجميعات جاهزه هذا ينفع لك الكرت زي هذا. لكن احنا راح نجربه باذن الله بالمشمارك بعد شوي، نشوف هل هو ينفع اني اشتريه ولا لا. طبعا الان تحصل مستعمل في منه الجي تي اكس 1650 يعني كجديد، راح نقارن بينهم باذن الله. لكن انا اشوف صراحه 1050 نوعا ما يعني اصدار قديم، لكن ما زال في قوته باذن الله. طيب يا جماعه الخير، زي ما تشوفون ما في زي ما قلنا باك بليك، لكن ما في حتى ار جي بي، لكن في الوان احمر واسود، اشكال حلوه يعني، وشعار اسوس موجود ومروحتين، فاعتقد ذاك الوقت كان الكرت جدا شكله جميل وبطل صراحه. زي ما تشوفون هنا 2 جيجا الجي دي دي ار 5 من باسكال. طبعا الكرت ما غيرت فيه يا جماعه الخير ولا طورت فيه ابدا، ممكن انت تبغى تطور تشيل المعجون تنظف راح يعطيك اداء جدا يعني افضل، لكن انا ما شلت شيء. زي ما تشوف طبعه اسوس موجود فوق عندنا هنا، وراح ياخذ 2 سلوت فقط من الكيس، فحجمه جدا 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 صغير وخفيف طبعا الكرت جدا. وراح نسوي البنش مارك بعد شوي باذن الله ونروح نشوف قابليه. زي ما تشوفون هنا فقط راح ياخذ فتحتين من السلوتس لان حجمه صغير، في ثلاث مداخل ممكن تشبك عليه شاشتين، لكن ما انصحك لان الكرت جدا تعبان. اذا مقارنه مع جوال عندي 6 انش، زي ما تشوفون تقريبا الجوال اخذ 70% من حجم الكرت، بما ان حجمه جدا صغير ما هو زي بالتصوير تشوفه كانه كبير. فالى هنا يا جماعه الخير، انا راح اخليكم مع البنش مارك ولا بيطول الفيديو اكثر من كذا. اتمنى انه يعجبكم الفيديو، سوونا لايك سبسكرايب وشير، ولا تقصر معنا وقرب نوصل 10,000. فاخليكم مع البنش مارك.
You're needed at B. Assist your team at Bravo. Attack those positions. We're full securing Charlie. They've reached the halfway point. Get moving. Reloading. Charlie secure. Securing A. Enemy chopper gunner on approach. Securing B. Assist your team at Charlie. We're holding Alpha. Enemy has Charlie. Allied UAV overhead. Reloading. Got Charlie. Reloading. You're needed at A. Enemy UAV overhead. That makes two. Advantage is ours. We're on Bravo. Stand by. You're needed at A. Pace. Smitty, do you like the fact the NBA is getting faster? You know, I like it, Kevin. What I don't like is the coming down and taking a shot, an ill-advised shot. There's nothing wrong with playing fast, getting the ball up the court. If you don't have an advantage or a high percentage shot, just bring it out and run your offense. Stay within the offense, another. Yep, right? Stay within the offense. Lowry finds Powell. That falls. Nice feed that time from Kyle Lowry. I love it. Excellent ball movement. Kyle Lowry knowing who to give it to and when. Here's Golden State now. Four-point game. Russell passes to Cauley Stott. Golden State moving it around. And Gasol sends it back. They recover it. Out to Thompson. Pass to Curry. Lock at six. Inside. Over in the corner, Green. Good for the basket. Starting off 1-for-1 with that shot. He's on a team with great mid-range shooters. It's starting to rub off on Draymond Green. Up top, Powell. He's covered by Thompson. Siakam misses. And so Green will bring it up for Golden State. Kicks it to Kerr. Pass to Cauley Stein. Outside Green, and it's Russell in the corner. Gets the three-pointer to fall. Cognizant of the entire court, Russell aware of where the defenders are and really does a great job creating opportunities. Van Vliet, and they come right back with their own three-pointer. How about three or four from the floor to start? That's always a good sign. Thompson outside, back to Green. Trying to find Thompson, he gets it to him. Here's Cauley Stein. He doesn't hit that one. That's what the Raptors found in Pascal Siakam. No doubt, the 27th pick back in 2016. Now a full-time starter on a rookie contract, just over $2 million this season. He is due for a big raise. That's going to be over and back. Not watching for the line that time. And so it's Golden State with it. It's a three-point game. Russell with a wide-open look. Another three for Golden State. Good form on the jump shot. Russell's ability to stretch the floor makes him even more valuable.
outside Lowry deflects the pass, and here we go with Curry running it up the court. Bucket is good. Curry's got